الأغنية دي اللي أنا هغنيها دي أنا كنت بغنيها لأبويا الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن إليه يا رب. كمان بقولها يعني الله يرحمه يا رب، يرحم أمواتنا بابا جميعا يا رب. بابا يا بابا لا إله إلا الله يا عز الحبايب، أنت فين؟ ارتاح يا بابا، الله يرحمه يا رب ويحسن إليه. بابا يا بابا الله يرحم أمواتنا يا رب، يا عز الحبايب جميعا يا رب. أنت فين يا بابا؟ الله يرحمه بابا. لا إله إلا الله، انت فين يا بابا؟ انا نسيت الطريق. انت يا سلم يا سلم. ماله؟ انت بابا يطلعوا، هيطلع ان شاء الله. وانت يا بيتنا المدار هينور باذن الله ان شاء الله، ربنا يرحمنا جميعا يا رب. الكبار بيضربوني، لا استنى بقى شويه، في ايه؟ والصغار بيضربوني، ما لازم يتنيلوا يضربوكي ويشتموكي. انت يا لا اله الا الله سلم يا سلم. ماله امي سلم؟ امتى بابا؟ ان شاء الله هينور باذن الله، كفايه عرف. شويه يا ابني مغلبني، بس بقى وبعدك بيعذبني، بس بقى يا وليا بقى، بس كفايه عرف بقى. في ايه؟ في ايه؟ مش ده مش حبال صوتيه دي، ده سلاك كهربا ضغط عالي، نط على بعض هنا، في قرف بيحصل. وبعدين في غشلقه من جوه، يعني ننضف صدرنا من البلغم الاول ومن المعسل قبل ما نجود. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. خلاص بقى، لا اله الا الله. بابا برضو